مع اشتداد درجات الحرارة في شتى بقاع العالم والحديث عن مخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، قررت مجموعة من الصلع التجمع في إحدى أكثر مناطق العاصمة الأردنية عمان تأثرا بدرجات الحرارة في وادي عبدون تحديدا من أجل تأسيس رابطة لهم، الأمر الذي أثار اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي. المجموعة كانت قد انطلقت عبر منصة فيسبوك في بداية جائحة كورونا تقريبا عام 2020 بسبب إغلاق محل الحلاقة واعتماد الحلاقة الذاتية في المنزل، وكانت المجموعة تهدف للترفيه وتقديم النصائح لمن يرغب الانضمام لعالم الصلع، لكنها تحولت اليوم إلى مبادرة مجتمعية بحسب مؤسسيها. انطلقت اليوم في وادي عبدون فعاليات إنشاء رابطة للصلعان في المملكة الأردنية الهاشمية، وكان العدد يعني كما تشاهدون وحضور واسع للصلعان. ومن أهم أهداف الرابطة هو إلغاء ترخيص كافة مراكز زراعة الشعر في الأردن. طيب، أشير فقط مشاهدينا إلى أنه لا يسمح للسيدات لغير الصلع بالانضمام إلى هذه المجموعة، كما تمنع إدارتها الإساءة للصلع أو التنمر عليهم. إذن احذروا، الصلع قادمون.